عندك هيئة مديرة صحيحة، وديع جاري ما يحكمش في النادي الافريقي. ايش دخل وديع جاري في النادي الافريقي؟ شكون حرمها من الوحدة؟ حرمان قلت شنو السؤال؟ حرمان؟ كيفاش قبلت حرمان النادي الافريقي من المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة العربية؟ تقبلت حرمان النادي الافريقي على خاطر ثم يد خفية اللي ما خلاش النادي الافريقي يتعدى ويمشي. اختانا من اليد الخفية فوزي. اللي هو وديع الجري. ايش دخل وديع؟ وديع ما يحبش كلوب افريكان؟ ما يحبش كلوب افريكان. تمس وديع لعب له في النادي الافريقي، يعطيك كامل. النادي الافريقي ريتها وديع الجري، بربي ما تكلمش اسكت وديع، شي عامل لنا؟ شي قد لنا؟ بربي ما تعملش مشاكل، بربي شي تكلموا في وديع، بس شنو هذه الحالة؟ النادي الافريقي سمعتها الكبيرة ولات مرهونة عام في يد وديع الجري. شكون اللي يقول الكلام هذا؟ رئيس المديرة نتاعنا الموجود هذا. قالوا لك لك انت؟ ايه. اش قالوا لك؟ ايه يقول لك ما تكلمش وديع وما تزبدش بربي، خليك هيك وراي لنا جو. وديع قاعد يعاون فينا قاعد، شو يعاون فينا؟ خمزية؟ خمزية يعاون في النادي الافريقي؟ فلوس هذيك النادي الافريقي. شنو يعاون في النادي الافريقي؟ فيش يعاون فيها النادي الافريقي؟ فيش. كان عاونها راه عاونها في الكريديت نتاعها بفلوسها. عندنا 2 مليار دويت و700 نتاع الكوب دي موند خلصنا بها من الواحد. عندنا فلوس نتاع الواحد خلصنا بها. حتى حد ما عطاها الكلوب مسكينة. الكلوب مسكينة من عظمها. ينهشوا فيها من عظمها تخلص في روحها. حتى واحد ما عطاها الكلوب، اعطيني واحد عطاها الكلوب. اعطيني واحد عطاها الكلوب افريقيا حاسبني وديع الجري تفضل. اش عطيت النادي الافريقي؟ عطيت الفلوس تاع الفيفا نتاع الكوب دي موند هذوكم جبتهم لنا خلصت بهم. عطيتنا فلوس الدابعة الجامعة تاع الواحد خلصنا بها. شنو عطيت؟ شو عاونتها الكلوب؟ باش عاونت؟ باش؟ باش عاونها النادي الافريقي ترى عطيني وديع الجري؟ اللي جماعة الكلوب يقول لك وديع الجري وديع الجري ما عطاها شيء. هيئة مديرة. صراحة فوزي كان تجيك تعليمات يقولوا لك ما تقولش حتى كلمة في سي وديع. سي نورمال. الكل يقول لك رد بالك بربي وديع ما تعملوش المشاكل مع وديع وديع راه باش يرقل لنا وباش يعمل لنا وراه ما تغش وديع أقل حاجة يتغشش. ولا الناس في عهد وديع يتغشش وما تكلمش وديع. النادي الافريقي يا ناس تخاف من وديع الجري لا يقدلها لا يعمل لها هكا توا وصلنا اللي يحصل له الشرف باش يتفرج في النادي الافريقي ولا الناس تخاف من وديع الجري الجمعيه العريقه هذيا تخاف من وديع الجري شفت الدنيا كيش وليت والكوره كيش وليت في البلاد هذيا شكون المسؤولين يقولوا لك الكلام هذا؟ الموجودين توا على راس النادي هذوما الروس الكبار شكون هم الروس الكبار؟ الروس الكبار سي مجد الخليفي يقول لك بربي وديع ما نعرفش انا شنو عنده معاه يمكن شي يهزوا يحطوا في شي يهزوا يمكن يحطوا مامبر في الكاف يمكن ما عادش ولو الكاف وديع ما عادش عنده راهو نعطيك انا اموره ماهيش هي تعبه اموره مش مريقه مجدي اتصل بيه يقول لك بربي فك علينا يقول لك الناس الكل باش دبر صفقات كلها صفقات على حساب النادي الافريقي ما ريتش انا نهار في النادي الافريقي مصلحه في النادي الافريقي اكل خدمه تاع قبل ريتها عرفت الخدمة تاع قبل لك المسؤول اللي يخدم في النادي الافريقي بحقيقة وكل شيء الكلها برامج مخطة باش نعمل هكا باش ناخذ هكا باش نقد هكا باش نعمل هكا ما فماش انسان يخدم في مصلحة النادي الافريقي بكل صراحة حبة من حبة وكان نقولها ونعاود نقولها معناها